من محمود. احنا ظلمناكم. اه عشان كده بقى ليلى قلبتها مستشفى. ست منى بقى قلبتها لي صاله افراح. السلام عليكم. استنى على فين؟ اهو برضه انقذ ما يمكن انقاذه. انا بس الحق اي حاجه قبل الاجازه ما تخلص. طب ثواني بس اشوف الاستاذ محمود. ها عشان نلدع كاتب الكتاب. ما تغيبش. اغيب بسرعه بسرعه. ده محمود. مش محمود. اتفضل. حاضر يا استاذ محمود. انت يا جدع انت تعالى هنا. هي اسمية ولا ايه؟ انت كل شويه هتقعد تنط لي هنا؟ عايز ايه؟ الاستاذ محمود المأذون. سيادتك شفته؟ اه شفته. تصور افتكرت المأذون بتاعنا شدته من ده انه دي حلوه. مشي مشي. مشي المأذون. اه ده انا هوديك في داهيه. لا 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 نازل ايدك انت مش كامل اللي انت بتعمله ده. نازل ايدك بقول لك نازل ايدك. حاضر. الاجهزه المعنيه الخاصه بالضرب تستعد. وريني هتعمل ايه بقى؟ لحقوا هيضربوني كركديه. لا الواد شغال. رحلة اليابان نفعت. اه لا لا وهتشوف هيكسروا بس هو لئيم الوهم. يا جماعه ما يصحش كده. عيب. اي داعي اي حاجه. وعمل لكم حاجه بعدين احنا مع بعض يعني. يعني خمتني وخدتني شط واحد ضيف شرف فيها ايه ما دام معايا انا. مفيهاش حاجه ابدا. فيها دي يعني ايه؟ الارض انشقت وبلعتهم؟ قلبنا الدنيا ومش لاقيينها. طب وماما فين؟ مش موجوده روح. طب متشكره قوي مع السلامه. شريف فين شريف؟ فين احمد؟ انا عايزاه. مش عارفه دول مش موجودين في الاستوديو كله. انا عارفه هما فين. فين؟ عندنا في البيت. يلا معايا. يلا ثانية واحدة أشوفهم فوق وأنزل حالا. قبلت زواجك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. مبروك يا علي. مبروك يا علي. الله يحفظك. لا لا يا محمود أنا ما يصحش. يا حبيبي أنا. رايحة فين؟ حاضر. أنا ما عنديش حريم تفتح بيبان، أنا هنا راجل البيت. لا لا مؤاخذة يا شيخ علي. إيه ده؟ أنتوا مستنيين إيه؟ الفتة. يلا يا سيدي، يلا يابا، اتكل على الله. يلا خدت حقك يا عم، برا رفاء بلا نيرة، يلا متى الحمل ليه؟ ألف نعرة، بس شكرا لك. مع السلامة يا سيدي. ماما. مع السلامة. ماما. اسعى. ماما. اسعى وصلي على النبي. اسعى خد لك صورة 6 في 9. يلا يا محمود يا أصلي. ماما. شفتي سمير؟ لا ما شفتوش. تعالي هنا. راحة فين؟ إيه؟ مش لما عرفك بس محمود. سي محمود جوزي. جوزك؟ اهلا اهلا. ومالك اتخضيتي كده ليه؟ بس يعني بقول ايه هتتجوزي بقى و لا اهي دي بقى ما اعملهاش. بس بقول لك ايه، ما تنسيش وانت راجعه تجيبي لي معاكي 7 صناديق. صناديق ايه؟ حبوب منع الحمل. يوه شوفي. هي النومه وضمانها يا اختي. لو النبي ابلغ بقى سي محمود انت ما قالتش هتجيب حبوب منع الحمل ولا لا؟ تعال. ماما قادر اروح لامك.
شريف، ايه ده يا ابني؟ مفيش حاجة يا ماما. ازيك يا عطيات؟ ازيك يا ماما. قال الكلام؟ شايفة مقصوفة الرقبة عملت فيه ايه؟ يعني هو لوحده يا ماما، كلهم اصحابه زيه كده. قول لي يا ابني، انت متجوز؟ ايوه يا طنط، انا متنيل على عين اللي خلفوني. وانت يا ضنايا؟ انا خاطب. الشيخ بلا نيله. امال لما تتجوز يا ابني هيجرى لك ايه؟ ماما، اشوف وشك بخير يا ماما. لما تبقى تيجي الست منى اقول لها ان انا سافرت. هتغيب قد ايه يا شريف؟ ست اشهر تاني يا ماما. اشوف وشك يا ابني. سلمي على جوزك عطيات. مع السلامة يا شريف. ربنا يستر بقى. طب استنوا، اقفلوا الإزاز بتاع العربية. تقفل ايه بس؟ ده وقته نقفل. يا جدع يلا احنا من حقنا. يلا بلانينا يا بتاعتنا. تمام. ايه اللي اخركم؟ اوكي. ظروفنا العائليه كانت سيئه جدا للغايه. انا عارف كل ظروفكم وظروفكم اللي اخرتكم وصلت قبليكم. انا استاذنت الشركه انهم يفضلوا معانا ال 24 ساعه جايين لغايه ما نوصل بيروت. هترجعوا لبيروت ازاي؟ ولا حاجه، بالاتوبيس. متشكرين جدا يا ابطال. بس احنا لسه ما اتجوزناش. لو سمحت يا فندم اكتب الكتاب مش كده؟ ايوه يا فندم. لما نخرج من المياه الاقليميه نبقى نكتب كده. من الاقليميه، من الحنفيه، نارك قشطه. جيت لقضاك يا حلوه. احمد. احمد ايه؟ اقعد. ها؟ اقعد يعني. تعالي. مفيش هنا عيانين. معلش عشان خاطر. ولا حاجه بينا السمك بتاع البيت؟ لا لا وجميع. يا انا عاوز اكفل. مين اخويا؟ سيادة القبطان. ليه يا حبيبي؟ شفتش على الجواز. قول له انتحر. قول للقبطان اختشي. عيب، بلاش الحركات دي، مش وقته.